النجم احمد وفيق، اهلا بحضرتك في وشوشه دوت اورج. اهلا بيك واهلا بوشوشه. حضرتك احنا النهارده في ليله العرض الخاص لفيلم سعيد كلاكت، حضرتك تقول ايه الاستاذ عمرو عبد الجليل ان احنا عارفين ان في بينكم صداقه بعيدا عن الوسط الفني؟ عمرو عبد الجليل بقول له ربنا يوفقك دايما، وعارف ان دايما اتمنى له الخير، وزي ما هو بيتمنى له الخير بيتمنى لزمايله كلهم. عمرو من البني ادمين اللي بيحب الخير للناس، عشان كده دايما الخير مقبل عليه. يعني عمرو عبد الجليل انا يكاد اكون عندي يقين ان انا هتفرج على فيلم محترم، لان عمرو ما بيقدمش كوميديا اللي مجرد الكوميديا، دايما يهوى انه يقدم حاجه من ورا اللي بيقدمه، ما عندوش استعداد يقدم حاجه ما فيهاش حاجه، يعني ما فيهاش قيمه يعني. فاعتقد انا هتفرج على وجبه حلوه، خصوصا وجود علا غانم كنجمه مهمه طبعا، وجوه جديده الناس حبينا زي سارة احمد. اعتقد ربنا يوفق بيتر ميمي، انا متنبئ له انه يبقى مخرج من المخرجين اللي على الساحه في الايام اللي جايه. حضرتك شايف ان اوجه الشبه بين فيلم صرخه نمله وفيلم سعيد كلاكيت، حضرتك كنت بتشارك الفنان عمرو عبد الجليل فيلم صرخه نمله، فشايف ان في اوجه للشبه بين الفيلمين؟ لا خالص، مفيش اي شبه خالص، التشابه الوحيد ان فينا عمرو عبد الجليل وعمرو عبد الجليل بس، والقصص مختلفه، قصه مختلفه. لو ممكن يا فندم تطمن جمهور وشواشه دوت اورج عليك وعن الفتره الجايه واخبارك. ان شاء الله انا حاليا بختار مسلسل، عايز اعرف حاجات، مستني يعني على نهايه الايام اللي جايه الاسبوع الجاي اكون اخترت المسلسل اللي اخشه. بحضر فيلم عين صحراء مع احمد رشوان، بنحضر لسه الكاست بتاعه، انتهيت من فيلم قبل الربيع ان شاء الله يتعرض شهر 2 الجاي ده ان شاء الله. استاذ احمد وفيق، احنا بنشكر حضرتك على ظهورك في وشوشه دوت اورج. انا اللي ميرسي ليكم على تشريفكم وعلى ظهوري معاكم. شكرا يا فندم. Jump.